وراسك بدي كسره لانك قليله ادب. قليله ادب. ما في قدره عذاب البيت مدرسه دي تعذب من ميد ظلمت مرتي. سالي من مين؟ انت من اما من اما تحصاب لانه ما عند المو ولا عند جو وعند انا انا بنتك بنتك احنا ما عاد بدنا اياكي لانك قليلة ادب وما عاد تسمعي الكلمة. هيك بتعمل فيني هيك ايه هيك بدي اعمل فيني بدي كسر ولا راسي هيك ايه. انا بنتك انا بنتك. واذا بنتي بنتي بتقول لك ادري عيط علي ادري عيط علي انت دايما بدك تكسر راس بدك تكسر راس. شايفة شلون انك قليلة ادب؟ شايفة هيك حدا يقول لبابا بده تكسير راس؟ مو عيب عليكي؟ يعني شو ما عليكي؟ انت ما تسمع كلمة وحياة الله بتردي امك ايه وبتردي لامك لان اكبر موني انت بتردي. نحن عم امرك؟ ليش ما عم تسمعي الكلمة؟ ليش ما عم تسمعي الكلمة انت؟ ما انا لك عدي بالمطعم ليش ما كنت تسمعي الكلمة ما كنت تعدي؟ ليش؟ اه؟ ليش؟ ما عاد بدنا اياك لك هلا بدي زتك لبرا. لا والله ما عاد ما عاد لك ما عاد بدنا اياك ما عاد بدنا اياك ما عاد بدنا اياك خلص ما عاد بدنا اياك. وده ما عاد بدنا اياك عاد بتعلو فيني هيك 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 ما بدنا نسامحك عندك قليلة أدب وقليلة ترباية يعني مش شو عليكي حتى يقولون ما فيكي ترباية يعني مش مربينة. أنا ما عم بسمع الدلمة هذا بتعمل فيني إذا ما عاد الدلمة هذا بتعمل فيني إيه بدي أعمل فيكي هيك إيه بدي أعمل فيكي هيك إذا ما سمعتي الكلمة بدي أرفعك فرقة برقشاط وكسر راسك يعني شو ما دي بضرب صابت بالبيت صابت عندها ساقي عند مين؟ عند امي امي ما لها جاي بتضل عند شهد ما لها جاي بتضل عند شهد بالحج. لو انا لعبان علي الدين شو؟ انت ايه ما لها جاي ماما ما لها جاي وده ما لها جاي انت فيا بلايين هذا امي عمي من امي ودعيت لي تدري وشلون بدك تتصلي فيا ما معك رقمها كيف بدك تتصلي فيا؟ عندك تتصل فيها لا ما عاد اتصل فيها انا خلص ما عاد بدي احكيها لانه هي ما بدها تجي فانا زعلت انها ما عاد حكيها. لا والله بدنا ما كنت ما عاد بدون تتصل انا لين الدون بدنا ما كنت ما بعد نوم نوم ما كنت ما والله ما عاد بدون تتصل ما في جنعك من بك لك ما بدي اياكي بكل البيت لا تزعلي لا تزعلي انا تزعلي قولي لا تزعلي لك بدي اخلع رقبتك بدك تنامي هون 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 انا عيباني انا قوم بيتك هون قوم بيتك بس ولا كلمة مشان ثاني مرة بس اللي خلصنا لعب بنخلص لعب بقلك روحي على البيت بنروح على البيت بقلك عدي بالمطعم بتعدي بالمطعم ما بتعدي تحوصي ما بتقولي بدي روح على يلا بضرب دادي ام والله عظيم دادي ام من الحقودية لا الا دادي تكسر راسي تكسر راسي؟ ايه بدي كسر راسك انت يا حيوان انا مو عيواني انا مو عيواني انا من لك ما عاد نحبك ما عاد بدنا اياكي لك ما عاد بدنا لك ما عاد بدنا اياكي لك ما عم نحبك ما عاد بدنا اياكي لانك قليلة ادب
وما عم تسمعي الكلمة. لا طلعني هيك. لكن شو قلتي؟ أنا بنت وزد وعيادك وأولاد. مالك عم تعملين هيك؟ لا مالك حياتي ومالك عمري وبطلت حبك أنا. لا لا بطلت حبك أنا، بدي حب أروان. لا عم تضربني، دوب عم تضربني دوني. يا بابا يا بابا، ليش ما عم تسمعي الكلمة انت؟ ليش ما عم تسمعي الكلمة؟ طب مو عندي انا قدام العالم؟ لا انت، انا عم بسمع الكلمة. لكن شو؟ قلت لي هذه المرة شو ما بتدل، انا ما عندي شيء. ايه اخذتك ولعبتك اول يوم، طيب ثاني يوم وثالث يوم، انا اليوم طيب مو عيب قدام العالم يا بابا؟ طيب شفتي اولادهم قعدوا وما تحركوا، الا انت صرتي بدك تطلعي، مو عيب؟ عيب ولا مو عيب؟ ايه طيب نحن قلنا لك عيدي عيدي اول مره وثاني مره، ليش ما كنت تسمعي الكلمه؟ ليش ما كنت تسمعي الكلمه؟ لانه انا قلت لي هذيك المره وين ما بدك اكتبي. ايه بس هذيك المره مو كل مره. طب مو البابا والماما ما بنقول لا؟ ايه انت عم تمرموني ما تخلي، لانه صوت لزعت عم تضربوني، يا بابا. طيب هلا انت ما عم تسمعي الكلمه، مو لازم تسمعي الكلمه. طيب يا بابا هلا اذا سمعتي الكلمه مو بنحبك وما بنعود نضربك، طيب ليش ما سمعتي الكلمه انت؟ يعني عطينا تودرة عزمة عزمة وحياة شو؟ وحياة عمرك تودرة عزمة عزمة حياة اكيد وعر وحياة شو؟ وحياة عمرك تودرة أكيد وعد. خلاص بس يلا.